بحرفية عالية وتأني يصنع مؤيد في ورشته البيتية أبراجاً وبنايات بغدادية مصغرة والتي تعرف بفن المجسمات بنية عرضها في أحد البازارات التي تقام في محافظة ديالى مع عدد من الحرفيين اليدويين والفنانين من الذين يحرصون على إحياء التراث الشعبي. أشتغل هذا من الخيال، يعني مو من على رسم أو صورة أو كذا، لا يعني أنا أعرف يعني مثلا أقول بفلان مكان أكو فلان بناية، فهاي فكرتي موجودة ببالي. أنا صارت عندي يعني فد هواية أنا أعيد التراث القديم لإحياء هذا التراث حتى لا ينسى. ويقتصر عرض المصنوعات والأعمال اليدوية على المهرجانات والبازارات التي تقام هنا وهناك بعد أن فقدت الرعاية والدعم الحكومي، وتعتبر الكلف المالية للأعمال اليدوية عالية جدا وتتطلب توفير المواد الأولية فضلا عن وجود الأسواق الخاصة بالتراث الشعبي بحسب مختصين. يحتاج إلى خطة من الدولة للتركيز الاتجاه حول الاهتمام بالحرف، على الأقل دعمهم ماليا، دعمهم شراء منتجاتهم، تسويقها، هذا راح يشجعهم أنه يستمرون. ضياع الكثير من الحرف اليدوية التي كانت تنتشر في الأسواق العراقية مثل صناعة الأواني الفخارية والنحاسية والسجاد والأدوات المستخدمة في مجال الزراعة يرجعه خبراء إلى إغراق الأسواق المحلية بالمستورد من البضائع المشابهة، ما أسهم بتقليص المساحات الصناعية للمشغولات اليدوية فضلا عن محدودية بيعها وقلة زبائنها. هذه الحاجة اليوم تروح بعد باكر عقبة ما تلقاها الحاجة، فتلقاها عزيزة ما موجودة، يعني تلقاك ناس يعني البنادق أو السيوف أو أشياء يعني أو نوع نقش الشغل اليدوي السجاد. طبعا عندنا بالعراق اللي احنا نصيحنا نقول بابة العرب، يعني مثل ما يقول هذا راح انفقد، لأنه حتى لو كان يشتغلوا هسه يكلف. أسواق الصفارين والنجارين والقماشة والعدد المنزلية وغيرها كانت من المراكز التجارية المشهورة في مدينة بعقوبة حتى عقود خلت، إلا أن التحولات الاقتصادية والسياسية في الحياة العراقية حدت منها، بل وحولت الكثير من أصحابها إلى تجار للمستورد. وفي ظل غياب الرعاية والتشجيع، فإن الحرف اليدوية تواجه تحديا بالاندثار وسط دعوات من بعض الحرفيين بتنظيم برامج حكومية أو مدنية لجذب الشباب لتعلمها فضلا عن إمكانية جعلها من المشاريع الصغيرة بما يسهم بتمكينهم اقتصاديا. أحمد الرسام، الحرة، ديالى.